في عناوين النشرة: الإعلان عن اتفاق بين إيران والدول الست حول النووي الإيراني. أوباما أول المرحبين بالاتفاق التاريخي. We'll make our country, our allies, and our world safer. قصر الرئاسة في عدن بيد الحوثيين. الشهيد علي البزال إلى حضن الدولة والدفن غدا. نحن بنعرف ناخد حقنا. وفي النشرة: رن رن يا جرس. فجأة نطهول من تحت من قناة الجديد في بيروت. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. بعد 12 عاما كان الحل. الملف النووي الإيراني بات اتفاقا بأوراق وبنود معروفة. انتهت المفاوضات بحل لبعض النقاط المهمة. ولد الاتفاق النووي والجميع هللوا، من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وحدها إسرائيل الموتورة المتشنجة من هذا الاتفاق كانت ترفع الصوت. لكن اتفاقا بحجم النووي الإيراني حجم إسرائيل وكل التهديدات التي رافقت المفاوضات. وحده مجلس النواب الأمريكي ساند تل أبيب وقال إن الاتفاق النووي يمثل انحرافا مثيرا للقلق عن أهداف أوباما المبدئية. ما بعد الاتفاق النووي غير ما قبله، فتفكيك النووي سيصل إلينا في النهاية مرورا باليمن والعراق وسوريا والبحرين واليمن. سيتغير العالم بسبب النووي، سينعكس بلا شك غزلا بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأولى النتائج ستظهر في اليمن. ستتسارع الحلول ليتبين أن ذريعة الحرب المذهبية والطائفية كانت ألعوبة سيخرج الخاسر الأكبر فيها لاعبها الأول علي عبد الله صالح. إذن انتهت المفاوضات الإيرانية مع دول الخمس زائد واحد باتفاق على النووي. توجت إيران مفاوضاتها الماراثونية مع السداسية الدولية باتفاق إطار تاريخي، وذلك في ختام جولة ماراثونية استغرقت 8 أيام في سويسرا. ومن قاعة جامعة بوليتكنيك في لوزان التي احتشدت بالصحفيين، خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني للإعلان في مؤتمر صحفي مشترك عن اتفاق الإطار المفصلي والنتائج التي توصلت إليها المفاوضات التي أفلحت فيها إيران في انتزاع الموافقة الدولية على خفض سنوات المراقبة الدولية لتخصيب اليورانيوم من 20 سنة إلى 10 سنوات، مع تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الحالية وقبولها بالتالي بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19,000 جهاز إلى 6,000. نحتاج إلى إجراء بعض المفاوضات مستقبلياً للتوافق على الجزئيات. إن قرارات الحظر التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ستلغى بموجب اتفاق شامل مستقبلي. مفاعل أراك سيبقى للمياه الثقيلة، ودول 5+1 ستقوم بتطوير البرنامج النووي الإيراني. وبالنسبة إلى أجهزة الطرد المركزي فيمكن الاستفادة منها في أمور أخرى. لا شك أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه ارتكز على مبدأ الرابح الرابح. سيصدر قرار أممي لإلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران، والاتحاد الأوروبي سيلغي كل العقوبات المتعلقة بالملف النووي، والولايات المتحدة لن تفرض أي خطر جديد، سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش الكامل، وإيران ستتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والتخصيب سيستمر في منشأة نطنز، وسيجري خفض قدرات إيران على التخصيب وضمان عدم وجود مواد انشطارية في فوردو، وسنبحث عن حل يتضمن الاستخدام السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع الخطر بشكل كامل وفوري.
اليوم قمنا بخطوة مهمة للغاية. وفور الإعلان عن نجاح المفاوضات أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق وصفا إياه بالجيد، ولفت إلى أن الكونغرس سيحرج الولايات المتحدة إذا رفض الاتفاق. لقد توصلنا إلى آلية للاتفاق وهو اتفاق جيد. إن هذا الاتفاق الذي توصلنا إليه هو الاتفاق الأقوى. إيران تقدمت ببرنامجها النووي على الرغم من كل إجراءات الحظر المفروضة عليها. إن الحل الدبلوماسي والسياسي للموضوع النووي الإيراني أفضل من السبل الأخرى، وأفضل من العقوبات التي استمرت 20 عاماً، وأفضل من الحرب، والحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد، إلا أن إيران ستواجه عمليات تفتيش أكثر من أي دولة أخرى. وفي ضوء الإعلان المشترك الذي يشكل مسودة الاتفاق النهائي، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني بالبدء فوراً بصياغة الاتفاق النهائي ليتم إنجازه بحلول 30 حزيران المقبل. وعلق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على اتفاق الإطار بالقول إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة 5+1 وإيران لديها الآن المعايير لحل المسائل الرئيسية المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وصفاً هذا اليوم بالمهم. ورأى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن ما اتفق عليه مع إيران يشكل أساساً جيداً لما يمكن أن يكون صفقة جيدة جداً. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال إن الاتفاق النووي الإيراني سيساعد في الاستقرار في الشرق الأوسط. ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ووزير خارجيته لورون فابيوس بالإطار الذي جرى الاتفاق عليه بشأن الحد من برنامج إيران النووي. وقال فابيوس: هذا اتفاق مرحلي يتضمن بعض التطورات الإيجابية بشكل لا جدال فيه، لكن لا يزال هناك مزيد من العمل. وفور الإعلان عن الاتفاق تحدثت وسائل إعلام العدو عن قلق كبير من الاتفاق النووي الإيراني بين إيران والسداسية، معتبرة أن إيران حصلت على أغلب ما تريده في المفاوضات النووية، وهذه أخبار سيئة لإسرائيل. أنصار الحوثي يسيطرون على القصر الرئاسي في عدن، وسقوط أول جندي سعودي على الحدود في تبادل لإطلاق النار. على الرغم من المعلومات التي أكدت انسحاب الحوثيين من بعض المناطق في عدن نتيجة الغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي في إطار عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية، إلا أنهم تمكنوا وحلفاؤهم من السيطرة على القصر الرئاسي في المدينة بعد معارك عنيفة في حي كريتر مع أنصار الرئيس عبد الرب منصور هادي أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، ما عد ضربة قوية للتحالف. في غضون ذلك أكد السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل جبير أن لا وجود لقوات سعودية رسمية على الأرض في عدن، مشيرا إلى أن إرسال قوات برية يبقى احتمالا مطروحا، وقال إن الرئيس اليمني السابق صالح ليس له أي دور في مستقبل البلاد. وفي تطور لافت قتل جندي سعودي في المنطقة الحدودية بين الأراضي السعودية وشمال اليمن. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن دورية من الحرس الحدود تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية، وأن الجنود السعوديين ردوا على مصدر إطلاق النار بالمثل، ويعد الجندي محمد خبراني أول جندي سعودي يسقط منذ بدء التدخل العسكري. استمرت القوات البرية بتنفيذ أعمالها على كامل الشريط الحدودي بين المملكة واليمن للتأكد من عدم تكرار ما حدث أمس، ولكن كما تعلمون أن هذه الجماعات تتحرك في بيئة أو في مناطق صعبة جدا، يتحركون فرادى داخل الجبال، ولذلك الآن العمل جاري على وضع هؤلاء الناس تحت الضغط المستمر بحيث ما يتم التحرك، ولذلك تم اليوم استهداف جميع المعسكرات التي سبق استهدافها في منطقة صعدة وما حولها للتأكد من أنه لا يمكن أن تؤوي جماعات مرة أخرى. ميدانيا أيضا ذكرت مصادر في الشرطة في مدينة المكلا الساحلية المطلة على بحر العرب والواقع على بعد 500 متر شرقي عدن إن مقاتلين يشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة اقتحموا السجن المركزي وحرروا 150 سجينا بعضهم من القاعدة، أحدهم يدعى خالد بطرفي الذي وصفوه بأنه شخصية بارزة في التنظيم. اليمن السعيد منذ إعلان النظام الجمهوري في مطلع 60 القرن الماضي لم يعرف سوى الحروب التي كلفت آلاف القتلى ومليارات الدولارات.
حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح البلاد منذ عام 78، ولم تشهد سنوات حكمه بناء مؤسسات للدولة، إذا احتل اليمن المرتبة الثامنة في لائحة أكثر الدول هشاشة في العام الماضي. حلف صالح اليوم مع الحوثيين لم يبنى في السابق إلا على الدماء، فعلي عبد الله صالح حارب الحوثيين 6 مرات، المعركة الأولى في حزيران يونيو عام 2004 حيث اشتعل فتيل المعارك بعد اتهام الحكومة حسين بدر الدين الحوثي بإنشاء تنظيم مسلح واستعمال المساجد لبث خطابات معادية للولايات المتحدة والتحريض على الإرهاب. وتوقفت المعارك في 10 سبتمبر/أيلول عام 2004 بعد إعلان الحكومة اليمنية مقتل حسين بدر الدين الحوثي. المعركة الثانية في أذار 2005 حتى أيار من العام نفسه، قتل فيها 200 شخص في معارك بين الجيش اليمني والحوثيين، وعرض الرئيس السابق علي عبد الله صالح عفواً رئاسياً على المتمردين شريطة أن يسلموا أنفسهم ويوقفوا إطلاق النار. المعركة الثالثة في 22 نوفمبر عام 2005 حتى كانون الثاني من عام 2006، اشتبكت قوات قبلية من قبيلة وادع الهمدانية المؤيدة لعلي عبد الله صالح مع قوات مؤيدة لعبد الملك الحوثي، وتوقف الاقتتال قبل الانتخابات الرئاسية. المعركة الرابعة من كانون الثاني يناير 2007 حتى حزيران يونيو من العام نفسه، في ختام المعركة تم الاتفاق على هدنة وقبل عبد الملك الحوثي شروطها. المعركة الخامسة في أذار مارس حتى تموز يوليو 2008، عادت المواجهات بين الجيش والحوثيين عندما قتل 7 جنود في كمين نصبه الحوثيون، وانتهت عندما أعلن علي عبد الله صالح وقف إطلاق النار، ووصل عدد المعتقلين في آب من العام نفسه إلى 2200 معتقل من دون محاكمات. أما الحرب الأخيرة ففي آب أغسطس عام 2009 حتى شباط فبراير عام 2010، حيث شنت اليمنية حملة عسكرية عرفت باسم عملية الأرض المحروقة، وقتل أكثر من 80 مدني نازح في هجوم شنته القوات اليمنية، وأنكرت الحكومة أن القتل مدنيين وقالت إنه كان مخيماً للحوثيين. هي إذن محبة بعد عداوة كلفت اليمن الكثير الكثير من الدمار والدمار. في خطوة تؤشر إلى استعادة العلاقات مع سوريا بعد 3 سنوات من قطعها، أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن بلاده ستفتح قنصلية في سوريا، وهي ترحب بعودة السفير السوري، وقال إن بلاده لن ترسل سفيرا وإنما قنصلا أو قائما بالأعمال، مشيرا إلى أن التعيين سيكون في القريب العاجل، ما سيمكن تونس من الاطلاع على أوضاع الجالية التونسية هناك والحصول على معطيات أوضح لنحو 3000 مقاتل تونسي ومعرفة مصير عشرات المعتقلين هناك. وكانت تونس أول بلد طرد السفير السوري في مطلع عام 2012. أعلنت جبهة النصرة أن ملف العسكريين أصبح ألعوبة في يد بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية، وأن المفاوضات متوقفة منذ 4 أشهر. هذا وتقام عند 9 من صباح الغد مراسم تشييع الشهيد الرقيب علي البزال أمام المستشفى العسكري في بدارو، وستجري مراسم التشييع عند 4 بعد الظهر في بلدته البزالية قبل أن يوارى في الثرى. وكانت جبهة النصرة قد سلمت جثة الشهيد علي البزال للدولة اللبنانية. تقرير للزميل رامز القاضي. 3 أشهر مرت على أعدام العريف والأمن الداخلي علي البزال، ليأتي اليوم الإعلان عن تسليم جثمانه عبر وسيط إلى الدولة اللبنانية في سيارة للصليب الأحمر اللبناني قامت بنقله وسط إجراءات أمنية من قبل الجيش إلى المستشفى العسكري في بيروت، وذلك لإجراء فحوصات الدي إن إيه قبل تسليم الجثمان للعائلة ليصار إلى دفنه في مسقط رأسه. كل من تأمر عائبنا قتله نحن منعرف ناخد حقنا بإيدنا. الشهيد علي البزال هو ابن مؤسس العسكرية، ونحن نطالب من الدولة تقدنا حقنا من شيخ بطائية وكل من تأمر عائبنا. هناك حيث العائلة لا تزال تنتظر منذ لحظة تلقيها خبر الاستشهاد في كانون الأول من عام 2014، فاختلطت المشاعر بين الغضب وشيء من الرضا لأن جثمان علي سيوارى في بلدته وبين أهله.
إشارة إلى أن جثمان علي البزال هو الجثمان الثاني الذي تم تسليمه إلى الدولة اللبنانية بعد جثمان الشهيد علي السيد، فيما جثماني الشهيدين عباس مدلش ومحمد حمية لا يزالان في جرود القلمون. وفي المعلومات المترافقة عن عملية التسليم هذه، أشارت مصادر إلى أن هذه العملية تمت بمعزل عن المفاوضات التي تجري لإطلاق العسكريين. ليس بعيدا من البزالي في عرسال، حيث لا تزال عمليات الخطف والخطف المضاد جارية ردا على خطف أحد أبناء البلدة من قبل مسلحين سوريين، وشهدت أحياء البلدة انتشار مسلح. رؤساء مجالس إدارة القنوات اللبنانية تلتقي وزير الاقتصاد والتجارة آلاء حكيم الذي أكد ضرورة حماية الملكية الفكرية للقنوات المحلية. بعد الشكاوى المتكررة لمختلف القنوات اللبنانية من جراء بث برامجها عبر الكابلات في لبنان من دون مقابل مادي يسمح لها بالتصرف بالملكية الفكرية التي تنتجها، زار رؤساء مجالس إدارة القنوات المحلية وزير الاقتصاد والتجارة آلاء حكيم الذي تضامن مع القنوات ليؤكد ضرورة حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك في آن واحد، لافتا إلى نية وزارته ملاحقة المخلين بهذين الحقين. هالناحية هيدي وزارة الاقتصاد والتجارة داعمة دعما كامل الموضوع هيدا. إعادة البث اليوم ما بقى فيها تكون مثل ما هي، نحن اليوم بزمن متقدم ولازم ناخد الخطوات اللازمة تنحل هالموضوع بأسرع وقت ممكن، حرصا أولا على المستهلك، حرصا على مصالح شركات التلفزيون اللي هن قطاع مهم جدا بلبنان وقطاع إيجابي لليوم، لازم نخليه هيك ونحافظ على استقلاليته، هيدا أهم شيء. والموضوع الثالث كمان نحافظ على مصالح الموزعين اللي موجودين ولازم يعطوا هن خدمة، ولكن هالخدمة بدون هالشركات التلفزيونات ما بتعني شيء. الوزارة أصدرت تعميما إثر اللقاء ذكرت فيه بالمواد القانونية التي تعاقب أي طرف يبث إرسال إحدى القنوات اللبنانية من دون إذن منها، ودعت الوزارة إلى التعاون بين أصحاب القنوات وموزعي الكابلات للوصول إلى حل يرضي الطرفين من خلال تحديد العائدات المالية لقاء بث إرسال القنوات. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تمهل الحكومة اللبنانية 21 يوما وإلا فمجلس الأمن. تقرير للزميل جاد غصن. نواصل إذن، هل يمكن القول أن السوريين استبدلوا بالبيروقراطيين من منظمة الأمم المتحدة بعد الاعتداء بقليل؟ هل تذكر ذلك؟ نعم أذكر ذلك. شبح الوصاية الذي أزيح عن كاهل لبنان بعد عام 2005 يطل برأسه كل مدة من أروقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المتحصنة بالفصل السابع من مجلس الأمن، والتي لا ترى حرجا في محاكمة الإعلام اللبناني آخر عيون الرقابة على أعمالها. آخر حملة تذكيرية بوصاية المحكمة على لبنان إمهالها الحكومة اللبنانية 21 يوما للتعاون مع مطالب الدفاع، وهي مطالب كان طلبها الدفاع من الحكومة اللبنانية منذ مدة، مع التذكير بأنه في حال عدم التعاون يصبح لبنان عرضة للإحالة إلى مجلس الأمن الدولي المخول اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق لبنان، ومن بين العقوبات الممكنة العقوبات الاقتصادية. المحامي أنطوان كروكماز الموكل إليه الدفاع عن حقوق ومصالح المتهم مصطفى بدر الدين يوضح لقناة الجديد خلفية طلب التعاون مع مطالب فريق الدفاع. أوقات بصير في تأخير ما بيجيبوا بمهلة الشهرين، أوقات بيعطوا جواب ما بيكون جواب صحيح بالنسبة للطلب يلي عم يطلبوا، أو بيسألوا أسئلة إضافية ما بيكون لها علاقة مثلا بالأسئلة التي طرحت، يعني إشياء من هالنوع هيدا بصير في تأخير، وهالتأخير هيدا بشكل ضرر للدفاع لأنه الدفاع بحاجة يعني لهالمعطيات هيدا. إذا مثلا الدولة اللبنانية ما أعطت جوابها أو ما أعطت المعلومات يلي طالبينها، ساعتها أكيد الشكوى يعني رئيس المحكمة ورئيس الغرفة بيحول الطلب بواسطة قلم المحكمة بيحولوا للأمين العام، يعني بصير مثل إنه في شكوى بالموضوع. إذا كان
رغم الاتصال اللي بيصير مع رئيس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أكيد بعدين يعني إذا كان طلب مهم وكذا بدهم يحولوا الملف، بيقدروا يحولوا الملف لمجلس الأمن، ومجلس الأمن بيقدر ياخذ قرار بهالموضوع بفرض عواقب على الدولة اللبنانية أو غرامات أو شيء من هالنوع، يعني تبقى مشان يجبرها تلبي طلبات. قرقماز أكد أن مضمون مطالب الدفاع تبقى سرية وهو ليس مخولا الغوص في تفاصيلها. انعقدت جلسة الحوار التاسعة بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبعد الجلسة أكد المجتمعون استمرار الحوار وفق القواعد التي انطلق على أساسها، وتناول البحث عددا من المواضيع الداخلية المرتبطة بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطة الأمنية بما يعزز الاستقرار الداخلي. وزير المال يعلن من مؤسسة الرجي وضع خطة تنفيذية لمكافحة التهريب. بعد جولة تفقدية في مبنى إدارة حصر تبغ والتنبك الرجي، أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أن واردات شركة الرجي يجب أن تكفي الخزينة بالموارد، موضحا أنه منذ مطلع عام 2014 كان هناك خطة عمل حقيقية من أجل مكافحة تهريب التبغ، والحملة استمرت حتى اليوم، وجرى تعديل بعض الإجراءات وتحقيق بعض الإنجازات، منها رفع مستوى العقوبة عن مخالفات التهريب، وكل البضائع المهربة التي يتم ضبطها تتحمل الشركات مسؤوليتها. أنه نحن أمام عملية مركبة في تهريب لبضائع الرجي بتستوردها وبتنتجها وبتوزعها، وهي بضائع عم تتهرب بوسائل مختلفة عبر المرافق الحدودية عبر المعابر المختلفة وبوسائل كلياتنا عم نشتغل سويا بمحلات تانية بالجمارك وبغيرها من أجل ضبطها. وفي أمر آخر وهو أنه في بضائع غير مسجلة أساسا بالبلد ما بتدخل عبر الرجي، وبالتالي عم تدخل بواسطة عمليات التهريب وبكميات كتير كبيرة. الأمر الثالث وهو التزوير اللي ممكن يحصل بإنتاج بضائع غير مطابقة للأصول والمواصفات، وتحديدا من السيجار اللي فيه عمليات تزوير لإنتاجه من جهة، للعلامات التجارية من جهة أخرى، وتم عملية ضبط أكثر من آلة مخصصة للطباعة، تم مصادرة كميات كبيرة من هذه الأنواع. وأكد خليل أنه مع بداية شهر أذار تم وضع خطة تنفيذية إجرائية على المحلات ومراكز البيع المتفرقة لمكافحة التهريب، وقد تم الإعلان عن تقديم مكافآت مالية للبنانيين الذين يبلغون عن أماكن تهريب التبغ، كاشفا أنه منذ الثاني من أذار حصلت تقريبا 500 عملية دهم، وتم ضبط المئات من صناديق السجائر وثلاث مستودعات في مناطق مختلفة. أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن السياسة الخارجية اللبنانية تعتمد معيارا واحدا هو مصلحة لبنان واللبنانيين، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية أهم من التضامن العربي، ولفت في مؤتمر صحفي إلى أنه لا يمكن إقامة سياسة خارجية على هوى البعض، متطرقا إلى ملفي النازحين السوريين في لبنان واللبنانيين في اليمن. الشرعية الدستورية بسوريا وبليبيا وباليمن هودي كل لا يتجزأ، وبلبنان هودي ما منفصلهم على القياس. عدم التدخل بشؤون الدول العربية كمان هذا مفهوم واحد لا يتجزأ، لا نستعمله بدولة وننتفض عليه بدولة تانية. ما فينا نعمل سياسة خارجية على هوى البعض، يعني مش كل واحد عنده مقتنيات سياسية بيعتقد انه في حافظ عليها بكلمة او بتروح عنه بكلمة. المهم المفهوم يلي هو تحييد لبنان، وهذا شيء مأمنين فيه ونحن عم نسعى عليه، نكون واعيين انه ازماتنا الداخليه ومنا ازمه النازحين ما بتنحل الا باراده داخليه وقرار سياسي صلب وواضح بتخفيض عدد النازحين السوريين في لبنان. صار في اول عمليه اجلاء وثاني عمليه، والقائم بالاعمال هناك ضمن امكانيات الدوله اللبنانيه يلي بنعرف انها محدوده. نحن ما عندنا طيارات ولا عنا إمكانيات نعمل مثل الدول الكبيرة ومثل الأمم المتحدة نعمل عملية إجلاء، إنما عم نستعين بهالدول وبهالإمكانيات هيدي
تنقدر نجلي كل اللبنانيين. المكتب الإعلامي للرئيس ميشيل سليمان رد على ما قاله الوزير جبران باسيل حول عدم ورود إعلان بعبدة في البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في الكويت عام 2014، فأكد أن الإعلان مذكور حرفيا في التقرير الرسمي الصادر عن القمة، لافتا إلى أن الفقرة أدرجت في حضور باسيل وبطلب من سليمان بعد التوافق مع رئيس الحكومة تمام سلام. وذكر المكتب الإعلامي لسليمان بأن من أهم واجبات وزير الخارجية العودة إلى قراءة المقررات الرسمية والتدقيق في التعابير الواردة في متنها والانطلاق منها وتطويرها نحو الأفضل بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا. ولاحقا ردت وزارة الخارجية على الرد، فأوردت حرفيا النصين اللذين وردا في الاجتماع الوزاري لقمة 2013 و2014، وفيهما إشادة بإعلان بعبدة في العام الأول وبكل مقررات الحوار في العام الثاني من دون ذكر إعلان بعبدة. وقال رد الخارجية: أما ما تم تغييره بإعازة من رئيس الجمهورية السابق في قمم ولقاءات دولية شارك فيها، فيه الكثير مما هو معلوم أو غير معلوم. أمواج بحر الجي في خطر، البعض يحتاج إليها للتزلج على الماء والبعض يحتاج إلى الشاطئ للتعدي عليه. تحقيق للزميلة نوال بري. So Anna, you come from Germany? Yes. من جوني. I come from Mexico. That's right. I come from France. أنا من الميناء طرابلس. نحن جايين من كوت ديفوار. من الباترون. إيطالي. كي لا تختلط الأمور عليكم، هذه المشاهد ليست من شاطئ في كاليفورنيا ولا أوروبا أو أستراليا. هذه المشاهد التقطناها عند شاطئ الجي في لبنان لهواة رياضة ركوب الأمواج أو السيرفينج، رياضة لم تشتهر عندنا لكنها باتت تنتشر بشكل سريع بين الشباب. علي الأمين شاب لبناني يهوى هذه الرياضة منذ الصغر ويعشقها، أتى إلى لبنان من أستراليا وقرر أن ينشر هذا الشغف بين الشباب اللبنانيين، فبدأ يمارس هذه الرياضة في الجي وهناك بدأت الرحلة. نحاول نتفشى بلبنان تا شي جيل يعني بعد شي 10 سنين حدا بيطلع من لبنان بيمثل لبنان بالمنافسات برا. الموجة اللي بتجمعنا وبالبحر ما في، مثل كلنا منصير صحبة، بتصير مثل عائلة صغيرة، إنه عائلة بحر. عنا بلبنان مخاطرها قليلة، ما عنا مخاطر بمعنى مخاطر، عم عناش هالموج الشرس أو موج كتير مأزي مثل بلاد برا. عنا موجة بس بعد ما جربناها 100%، شفناها بالشتوية لما إجوا هالعواصف، كنا سايلنا سنتين عم نراقبها. موجة بتعد بستاندردز تبع العالم موجة كتير مأزية وكتير حلوة، يعني قد ما حلوة مأزية بهالمعنى. لبنانيون من كافة المناطق يأتون لركوب الأمواج، أجانب أيضاً وسواح وحتى الصغار يرمون نفسهم في البحر بحثاً عن موجة قوية يتحكمون بها، لتتشكل مجموعة هواة سيرف لبنان. I came from Mexico. I had my board and I was asking around. I knew there was some surf scene going on. I really, really picked it up here. Didn't expect to surf in Lebanon. And that's why I'm really happy. Je pense que c'est très bien pour le Liban. Je pense qu'il faut justement montrer ce sport, dire que les gens savent pas qu'il y a du surf au Liban en fait. Alors, هي صعبة صعبة بس انه بس واحد سيكون عنده بالانس وكل شيء وبس تكون مش خايف مش خايف من البحر بيكون كل شيء هين. في عجقة كثير من هيك ما نزلت. عجقة على الموجة يعني؟ ياه yeah, على الموج. وانت كل قد ايه بتجي من طرابلس لهون؟ حسب الفوركاست، حسب الموج قد ايه عليو قد ايه حلو. كان عم نلعب سيرف بافريقيا وجايين من يعني بننبسط شوي هون. حسب الموج، اوقات بيطلع هوا بالشمال فبنجي بنلعب بالجية. سيرف تريب يعني من 4 الصبح. مصطفى ابن الجي أقدم راكبي الأمواج، شاب ولد فاقداً ل95% من بصره، لكن 5% التي بقيت له يستخدمها كأنها 100%. بشوف بس 5% وخلقت هيك يعني، وبلعب بالسيرفينج، بطلع على الاتفاي بلعب عليها، بطلع بالسيارة بسوقها، بس ما بسرع وما بدلني شوي شوي. وبس لتكون عندك هيدي مشكلة أو شيء وتخلقي معها وهيك بتكون عادية عندك بعدين الحياة، لأنه ما في شيء بده يوقفك.
هذه الرياضة التي لم تأخذ حقها بعد في لبنان تواجه خطر الغرق مجدداً جراء موجة التعديات على الشاطئ من دون حسيب ولا رقيب. احنا هون شباب الجي كلها صار تقريبا تعمل سيرف، وهيدا المنفس الوحيد اللي لنا هون بالمنطقه، وما قلنا غنوا انه عم نسمع يعني خبريات انه يمكن ياخذوا الشاط يعملوا سنسول، ما بعرف يعني لازم نطالب نحن بهيدا الشيء، وعم نعمل عرايد على طول نقدمها للبلديه وللدوله انه ما قلنا منفس نحن بالجي الا غير هيدا الشاط. اذا تسكروا وعملوا سنسول قد ايه بتاثر حتى على السيرفينج؟ على السيرفينج تنسي السيرفينج، لانه طلع السنسول من هون هي الموجه هون حيقطعها. لشاطئ لبنان طاقة هائلة في استقطاب ما هو جميل من رياضات ونشاطات تغير معالمه، لكن دولتنا تفضل أن تجذب التعديات إليه لتختفي معالمه من أساسها. نوال بري، قناة الجديد. أما الآن فننتقل إلى النشرة الفنية التي أعدتها زميلتي دارين شاهين. مساء الخير. رن رن يا جرس، عن شو عم بحكي؟ خلينا نشوف سوا. بدي خبركم شغله، انه انا لما كنت بعمركم لما كنت صغير ما كان عندنا كثير مصاري، ما كان معنا كثير مصاري بالبيت، ما كان فينا نفوت على المدرسه اللي بنحب نفوت عليها، ما كان فينا نشتري الهدايا اللي بنحب نشتريها، كان في حرب، كان في كثير مشاكل بلبنان. اكثر شيء ساعدني بحياتي لحتى صرت شاعر ولحتى صرت اشتغل بالتلفزيون وبالصحافه هو اني بعرف عربي كثير منيح، كنت كثير اقرا عربي وكثير اكتب عربي وكثير اهتم باللغه العربيه لما كنت بعمركم. كنت قلب صغير، قلب قصير، قلب طويل، قلب مربع مستطيل، قلب الاذكياء والمهابيل. أطلقت كاتبة الصغار رانيا زغير وجمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو وصندوق بريف هارت ألبوم رن رن يا جرس، عبارة عن قصص وشعر وأغنية للأطفال. رن رن يا جرس عبارة هي مغامرة بتضم ناس من أهل الضوء، الإعلامي والشاعر زهي وهبي، نيشان، بولا يعقوبيان، تانيا عوض غرة، سلام الزعتري، وسام دلاتي. اجتمعنا كلنا لأنه في قاسم مشترك بيناتنا، في كتير قواسم بس أهم واحد فيهم هو أنه نحن منحب القراءة ومنحب نقرأ للكبار وللصغار، ومنحب نشجع المجتمع اللبناني والعربي أنه يتحمس على موضوع القراءة باللغة العربية. فافتكرنا أنه نعمل سي دي، هالسي دي اللي اسمه رن رن يا جرس بيحتوي على 12 تراك عبارة عن قصص أنا ألفتها من أرشيفي من 99 لهلأ، مقروئين بأصوات هالنجوم اللي ذكرناهن، مع مصاحبة موسيقية كتير حلوة، مرافقة موسيقية ما بعرف سميها اللي بدك إيه، معمولة من مايك ماسي. وهالمشروع بيروح ريعه لدعم صندوق بريف هارت اللي بيعنى بتطبيب الأولاد اللي بيخلقوا معهم أفة بالقلب. فهيدي جمعية نحن منحبها ومنحترمها، جمعية شفافة، فما فينا إلا ما نتعاون معه ونتقاطع معه. أجمل شيء أنه الواحد لما يشتغل شيء للأطفال بيسترجع شوي من طفولته، الطفولة المخباية داخل كل واحد منا واللي يعني مرات كتير ما بيظهرها قدام الآخرين قدام الناس، ولكن ممكن يظهرها مع أولاده بالبيت أو هو عم بيلعبهم. القصة ألحس قرن البوزة، معي أنا رانيا زهير. على حافة جسر خشبي أفكر كيف أكل هذه البوزة، هل ألحسها أو أكتشها، كيف بإمكاني أن أكلها دون أن أششر على حالي. فجأة نط غول من تحت الجسر وقال، أنا لو كنت مكانك البوزة من تحت إلى فوق وهكذا لن تشرشري على حالك، دعيني أريكي. الفنانة نانسي عجرم عم تهتم بمرضى التوحد، منتابع سوا بهالبانوراما. وبكون جاي ودعك وبكون
كانت الفنانة نانسي عجرم دعمها وتضامنها مع الأطفال المصابين بمرض التوحد، حيث شاركت في حملة دعم أطفال التوحد التي أطلقها مركز الشمال للتوحد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد الواقع في 2 نيسان. يمكن أنا الغلطان، يمكن عمر هربان، يا كلمة اليمكن في لك ألف عنوان. تمنى الفنان عاصي الحلاني الشفاء العاجل للمخرج سعيد الماروق بعد أعلانه عن مرضه، ونشر الحلاني صورة تجمعهما معلقا: أدعو معايا بالشفاء العاجل إلى الأخ والصديق والمبدع سعيد الماروق. احترقت احلامي والشمس اللي شرقت غابت، يا عيوني نامي نامي عجروحي. بعد مرور اكثر من اسبوع على ختام مهرجان الفيلم العربي ايام بيروت السينمائية الذي تنظمه الجمعية الثقافية بيروت دي سي، لابد من التوقف عند النشاط المستحدث لهذه الدورة، وهو تأسيس لسوق سينمائي عبر خلق ملتقى للإنتاج المشترك، وهو ملتقى بيروت السينمائي، حيث تم اختيار 14 مشروع من 115 مشروع تقدم من لبنان والعالم العربي. أتى أصحاب المشاريع إلى بيروت للقاء منتجين عرب وأوروبيين. أهمية هذا الحدث يكمن في إتاحة الفرص لمشاريع عربية أن ترى النور وتصبح أفلام، والمهم أيضاً هو أن تكون بيروت الملتقى للمبدعين العرب كما كانت دائماً عليه. وبحكم خبرة وعلاقات أعضاء جمعية بيروت دي سي، قام خيار المنتجين الأوروبيين من حيث خبرتهم ومعرفتهم واهتماماتهم بالمواضيع والإنتاجات العربية، والجوائز التي أعطيت للأفلام العربية هي من شرك إنتاج لبنانية لتشجيع المبدعين العرب أن ينتجوا ويعملوا في لبنان. جائزة مؤسسة سينما لبنان المقدمة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان إداء لمشروع فيلم لبناني 24 ساعة من حياة ريا مالك إخراج جيل طرزي $4,000. جائزة مؤسسة سينما لبنان المقدمة من المنظمة الدولية الفرنكوفونية لمشروع فيلم لبناني إبراهيم إخراج لينا العبد إنتاج رامي نحاوي €5,000. جائزة مهرجان دبي السينمائي الدولي للمشاركة في سوق دبي الفيلم السوري العودة إخراج ميار الرومي. جائزة شركة ريز فيجوال أورد كونفورمينج كولورينج أند دي سي بي برودكشن للفيلم المصري ورد مسموم إخراج فوزي صالح. جائزة شركة دي بي ستوديو تصميم الصوت ميكساج وماسترينج للفيلم السوري ديك بيروت إخراج زياد كلثوم. جائزة سوق دبي السينمائي إنجاز للفيلم السوري إخراج عفراء بطوس. وهيدا كان كل شيء. باي. كان في النشرة الإعلان عن اتفاق بين إيران والدول الست حول النووي الإيراني. أوباما أول المرحبين بالاتفاق التاريخي. It will make our country, our allies, and our world safer. قصر الرئاسة في عدن بيد الحوثيين. الشهيد علي البزال إلى حضن الدولة والدفن غدا. نحن بنعرف ناخذ حقنا. في النشرة رن رن يا جرس. فجأة نطهور من تحت الجسر. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة. نشكر لكم حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.